إذا حابين تجربوا مدفون اللحم لازم تجربوه بهذه الطريقة، ما أوصف لكم قديش لذيذ، ما شاء الله تبارك الله، وجدا طريقة سهلة. يلا نقول بسم الله ونبدأ. طبعا شوفوا معايا اللذاذة، أول حاجة حطيت اللحمة وحطيت عليها زيت زيتون، حطيت كمان البهارات ودبس فليفل البارد والملح وتقريبا نص كوب من الموية، وحخلطهم مزبوط مع بعض، خليهم نص ساعة. وبعدين هنا في قدر الضغط حطيت بصل وشرايح طماطم وشرايح فلفل رومي، وآخر حاجة معانا حنضيف اللحمة، حنضيف كمان حبتين خولنجان، وخلاص حنقفل عليه ونضغطه. حنحسب له تقريبا من بعد ما يصفر 40 دقيقة، وإذا كان حجم اللحمة معاكم صغير احسبوا له بس نص ساعة. وشوفوا كيف اللحمة والخضار طلعوا المرق. هحط تقريبا حبتين من البطاطس شرايح، وهنا حبدأ أسلق الرز، استخدمت رز مزة، هسلقه تقريبا 7 دقايق في زيت زيتون أو سمنة وملح وموية، وبعدين حصفيه وحنضيفه للقدر، وحضيف كمان على الوجه شوية زيت زيتون. خلاص حنضغطه تقريبا نص ساعة على نار جدا صغيرة، وصار معانا جاهز. طبعا ما أحكي لكم الريحة، أتمنى تجربوه بألف عافية عليكم.